في يوم سعيد داخل جولتنا في الأكاديمية الطبية العسكرية، أحد الصروح المصرية للتعليم في مجال الطب الحقيقة. وشرفانا دلوقتي الأستاذ الدكتور حنان ندى، أستاذ الأمراض الجلدية كلية طب القاهرة ومنسق العام لأمراض البطنة بالبورد المصري داخل الأكاديمية الطبية العسكرية. أهلا بحضرتك ويوم حضرتك سعيد. أهلا بك دكتور. في البداية كده، ايه طبيعة الدراسة داخل الأكاديمية الطبية العسكرية للطلاب فيها عن كليات الطب المختلفة الأخرى؟ اولا احنا هنا بنطبق طبقا لقرارات المجلس الصحي المصري وطبقا برضو للجايد لاينز اللي اخدينها من الكليه الملكيه البريطانيه. احنا عاملين النظام الدراسه عندنا كالاتي: سنتين الاولانيين الطالب بياخد فيهم الجنرال بطنه كلها، بطنه العامه كلها باساسياتها كلها، ثم بعد ذلك يليه 3 سنوات من التخصص، سواء بقى هياخد امراض جلديه، هياخد جهاز هضمي، هياخد غدد صماء، حسب التخصص اللي هو يرغب في دراسته. نمره 2 بيبقى عندنا جزء أكاديمي أو نظري، وده بيبقى عبارة عن محاضرات بيتلقاها الطالب داخل الأكاديمية، وبعد المحاضرات دي بيبقى فيه جروب ديسكشن، بنبتدي نقعد جروب أصغر مع الأساتذة المحاضرين، ودول بيتم اختيارهم على أعلى مستوى، ولازم يكون برضو أن هو مؤهل أو متدرب يعني معترف به ضمن الأكاديمية الطبية العسكرية. هو الأستاذ نفسه حاصل على درجات بتؤهله للتدريب بالظبط كده، وفي نفس الوقت أخذ موافقة للتدريس داخل الأكاديمية الطبية العسكرية. بعد كده الطالب بيبتدي يتلقى الجزء العملي، وده بيبقى عن طريق المستشفيات العسكرية، سواء في مستشفى الجلاء، كوبري القبة، المعادي، غمرة، الجوي. هناك بيتقسموا لجروبات صغيرة، مجموعات بيبقى معاهم مدرب يبتدي يشرح لهم الأمراض، يشوفوا الحالات، يبتدوا يدرسوها كويس. وزي ما حضرتك سمعتي قبل كده ان هو بيمر بال4 مراحل: الأول بيلاحظ، ثم بعد ذلك يقيم التجربة نفسها أو المهارة نفسها، بعد كده بيبتدي يتقنها تحت إشراف، بعد كده بيقدمها لوحده. نمرة 2 إن إحنا بعد كده بنبتدي نعمل كومبانيشن. في نفس مدة التدريب ولا على مدار سنوات مختلفة؟ على مدار ال5 سنوات اللي هو بيتلقى فيها الدراسة داخل الأكاديمية. أهم حاجة عندنا إن إحنا لازم بيبقى فيه هناك ترابط ما بين ما يدرسه نظريا وما يأخذه في التدريب العملي، بمماشين جنبا إلى جنب، بحيث في النهاية أنا عايزة أحصل على كلينيشن، طبيب يستطيع تشخيص المرض وكتابة المظبوط من التحاليل أو الأشعات، ثم كتابة العلاج الدقيق لي. يعني أنا عايزة في النهاية زي ما بنقول شهادة مهنية يستطيع بها أن أدرب طبيب، وخرج من هنا طبيب قادر على ان هو يشخص ويعالج بطريقة سليمة. زي ما بنقول مش عايزاه يبقى حافظ، انا عايزاه يبقى فاهم. هي دي، وعشان كده بنعتمد كتير جدا على التدريب وعلى عمل مجموعات عمل صغيرة بيتم فيها، بيقعدوا مع المدربين بتوعهم ومع الاساتذة لدراسة كل هذه الاشياء. وكل شوية تانية بنجيب حالات ونعرضها عليهم، وبنخليهم يقوموا ويعملوا بعض الابحاث، وبنخليهم يعرضوا حالات ويعملوا يعني مثلا نديهم موضوع assignment كده يبتدوا يدوروا ويعملوا عليه. أنا عايزاه في النهاية طبيب مشرف زي ما بنقول، يقدر إن هو يقدم خدمة جيدة للمجتمع لما يطلع. دكتورة حنان، لو هتكلميني عن إحساسك إنك داخل الأكاديمية الطبية العسكرية أستاذ ومدرب معتمد، بتتعاملي مع شريحة من الأطباء مختلفين من ثقافات مختلفة، بس في النهاية زي ما حضرتك قلتي عايزة تخرجيهم على أعلى مستوى. أنا مش قادرة أقول لك إحساسي بيبقى شكلي إيه وأنا جاية بشتغل داخل الأكاديمية. مزيج من السعادة والفخر، ومش قادرة أقول لك ببقى فرحانة قد إيه وأنا موجودة هنا. ليه؟ أولاً بيبقى فيه الانضباط والالتزام، ده عامل مهم جداً عندنا. 2 المجموعة اللي بشتغل معاها على أعلى مستوى من العلم والمهارة والخبرة، بجد بتخليكي، وبعدين في روح الأسرة الواحدة. نمرة 3 الطلبة اللي إحنا بنتعامل معاهم قدرنا إن إحنا نعمل كجروب، بنشتغل في جو أسري، مش في عشان إحنا أستاذ عمال بيلقي كلمات، لا إحنا بقى في أواصر ما بيننا وبين الطلبة، بنشجعهم بنساعدهم، فبدأ يبقى في روابط جميلة جدا، قدرنا إن إحنا نطلع أحلى ما فيهم زي ما بنقول. كلهم بيذاكروا عشان بيحبوا المادة، مش علشان هم عايزين الامتحان، الامتحان ده آخر حاجة في تفكيرهم، لأن هم فعلا فهموا إحنا عايزين نعمل معهم إيه. ما تتخيليش حضرتك إن إحنا وإحنا قاعدين في جروب ديسكشن بنبقى الجو عامل إزاي، واحنا عمالين نشرح وان هم ده بيدسكس وده بيقول وده بيقول الراي والراي الاخر. بالفعل احنا داخل اكاديميه كان فعلا بتضاهي
أعلى معاهد العالم في التدريس، وده إحساس رائع يعني. وجود حضرتك في البورد المصري للأكاديمية الطبية العسكرية، لما تم اختيارك حضرتك شعورتي بي. مش قادرة أقول لك، شعرت بفخر شديد جدا أن اختياري لهذا المنصب يعني قمة التشريف ليا، أن أنا أقدر أخدم بلدي في حاجة زي كده، يعني بجد هو ده أحلى إحساس، بجد قمة تشريف ليا، وأتمنى أن أنا أكون على قدر المسؤولية وأن أنا أحقق الهدف اللي إحنا اللي تم اختياري علشان. دكتورة حنان، لو حضرتك هتشرح لنا برضو فكرة دورك كمنسق عام لأمراض البطنة في البورد المصري ده، يعني إيه محاور هذا الدور؟ كلمة منسق عام للأمراض البطنة، الأمراض البطنة عبارة عن يا إما بطنة عامة يا إما تخصصات تحتيها، يندرج تحتها الجلدية، يندرج تحتها زي ما بنقول أمراض الغدد الصماء، أمراض الجهاز الهضمي، الكلى، كل الحاجات دي تحتيها. أنا دوري إن أنا أول هام إن أنا أبقى عارفة الطلبة موجودين عددهم قد إيه وفي كل قسم قد إيه. اتنين، بنعمل نظام السيمسترز، كل سيمستر فيه المواد اللي هيتم دراستها، بنحدد الدراسة الأكاديمية، ببقى بشوف الدراسات الأكاديمية والمحاضرات حاضرين واختارهم ومع المجموعة بتاعتي، وبتدي أعمل الجداول المحاضرات بتاعتهم وأنظمها وأنسقها. نمرة اتنين، ببتدي بقى برضو أشرف على البرنامج التدريبي داخل المستشفيات العسكرية كلها، وأتواصل مع المدربين وأشوف لو في أي عقبات، لو في أي حاجة، وصلوا لغاية فين. نمرة تلاتة برضو اللي هي الامتحانات، وضع الامتحانات وتنظيمها ووضع الضوابط الخاصة بيها ومتابعتها. آخر حاجة إن أنا متابعة الطلبة عن كثب بقى. ان هم ان انا بشوفهم هم نفسهم ايه متطلباتهم، ناقصهم ايه، في ايه الموضوع، لو في حد متعثر بشوف ايه السبب التعثر بتاعه، ايه الخلل الموجود بالظبط، ببقى ملمه بكل ده، فبنسق الموضوع كله طبعا تحت اشراف رئيس الاكاديميه ونائب رئيس الاكاديميه الدكتور طارق النجدي والدكتور طارق عبد القادر، ومع زمايلي برضو دكتور محمد، سياده اللواء محمد سعد وسياده اللواء ماجد الشيخ، برضو دول معايا في البورد، وهم الصراحه يعني ما بيبخلوش بوقتهم ومجهودهم داخل البورد معايا. انا بشكر حضرتك جدا استاذه دكتوره حنان ندى، استاذ الامراض الجلديه كليه طب جامعه القاهره ومنسق العام لامراض البطنه بالبورد المصري داخل الاكاديميه الطبيه العسكريه. شكرا جزيلا. شكرا، ميرسي جدا.